صباح الخير مرة تانية على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة في استوديو نهارك سعيد. أهلا بيكم معانا. وصلنا دلوقتي لأول فقرة بعد فقرة الصحافة اللي عرفتوا من خلالها أهم المنشطات والأخبار الموجودة في كل الجرائد. النهاردة هنتكلم عن سيرة مصر ما قبل الثورة وحتى أحداث بورسعيد اللي هي نهاية الأحداث تقريبا. معانا النهاردة الصحفي أبو العباس محمد، هو رئيس جماعة الهجرة للجنوب، ومعه كمان أشعار عبد الستار سليم. هم قدموا مع بعض السيرة الشعبية واللي بتتكلم عن مجموعة من الحلقات المتصلة، وكمان بترسم ملحمة شعبية لأول مرة بيكون البطل فيها هو مصر أو هي مصر. تعالوا النهاردة بس نعرف بداية الحكاية ومين أسس الفكرة أو الجماعة دي، نعرف كل ده النهاردة من ضيفنا اللي موجود معانا في الاستوديو الأستاذ أبو العباس محمد، مساعد رئيس تحرير الأهرام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طبعا في البداية قبل ما نتكلم عن موضوعنا النهاردة هنشوف تقرير صغير جدا ونرجع مرة تانية للاستوديو. نهارك سعيد، نكمل باقي حوارنا. ماشي. طيب نخش على طول في الاول لحد ما يحضروا التقرير معانا، وعايز اسال حضرتك مين صاحب فكره جماعه الهجره للجنوب، يعني تاسست امتى ومين هو صاحب فكره؟ هو في الحقيقه الفكره، يعني انا كنت باعتباري واحد من ابناء الصعيد من هنا، ودايما متابع فكره وجود الصعيد على صفحات الجرايد وعلى مستوى الاعلام وبرامج التوك شو تمام. يكاد يكون منعدم تماما، ولا احد هناك يعرف ماذا يجري في ارض جنوب مصر وما هي الاحداث، وان دايما الصعيد ياتي ذكره اما في مناسبات وزيارات رسميه لكبار رجال الدوله او رئيس الدوله، او في حوادث كارثيه بعد ذلك لا احد يتذكر الصعيد على الاطلاق او يتحدث عن مشاكله. فبما أننا قد رأينا أن الصعيد مهمل إلى حد ما ولا يحتل نسبة لا تعادل 3% أو أقل وفقا لدراسات إعلامية أعدتها بعض كليات الإعلام، فرأينا أن تأسيس مثل هذه الجماعة يمكن أن يلفت النظر أو يدعو إلى ضرورة الاهتمام بقضايا ومشكلات الصعيد. ولذا يعني استوحينا، يعني قمت كده استوحيت من الطيب الصالح الهجرة إلى الشمال، قلنا لا خليها الهجرة للجنوب، ولماذا لا يهاجر أبناء الصعيد من المشاهير أو أي أحد من أبناء مصر بأفكارهم وآرائهم إلى الجنوب لتنمية الجنوب وطرح قضاياه ومشاكله. ومن ثم تولدت هذه الفكرة. كانت فرصة أن كان هناك عدد من النخبة المصرية أو المثقفين المصريين أبرزهم الأستاذ سعد هجرس، فريد الشوباشي، وعدد الأستاذ طاهر حزين سياسيين والآخر. كنا في احتفال العيد القومي لقنا سنة 2009 وعلى النيل، ورحت طارح الفكرة وقلت لهم فلتكن هذه لحظة الميلاد إلى لتأسيس جماعة الهجرة للجنوب. من هنا هنبدأ ندعي كل الناس وناخد قضايانا في قلب العاصمة نطرحها، وبالفعل بدأنا على طول. وكان معانا برضو أيضا الكاتب من ضمن القضايا دي كانت إيه يا أستاذ أبو العباس؟ والله وقتها احنا يعني تعاوننا مع ساقية الصاوي في هذا التوقيت، وعملنا حاجة اسمها مائدة قضايا صعيد مصر على مائدة خبراء العصر، وكان أبرز هذه القضايا وقتها قطارات الصعيد. ثم تحدثنا في قضية الميراث، العلاقة بين المسلمين والأقباط، انعدام وجود الأحزاب المصرية في الصعيد، ولماذا القبلية هي الأعلى باستمرار. وبدأنا نطرح هذه المسائل في من خلال ساقية الصاوي ومن خلال هذه الندوات، وبدأنا ننتقل من مكان إلى مكان في قلب العاصمة حتى ينتبه الإعلام إلى مثل هذه القضايا. وأزعم أننا نجحنا إلى حد ما في هذه المسألة، إلى أن أسسنا موقعا إلكترونيا يوميا مثل المواقع المعروفة زي اليوم السابع، زي مصر وزي غيرهم، وعملنا حاجة اسمها جريدة الصعيد الإلكترونية تنشر كل ما يجري على أرض الصعيد لحظة بلحظة. وحتى الآن يعني لدينا كل أبنائنا من طلاب وخريجي كليات الأداب أقسام الإعلام يتعاونون معنا في هذا الموقع، وكل أحد مقيم في الجنوب، بل بالعكس الجنوب على مستوى يعني الجنوب في كل العالم، نحن نهتم بكل القضايا الموجودة في الجنوب في دول أور متوسطي وفي الصعيد تحديدا، ونزعم أن ذلك قد لفت الانتباه. تطور الأمر أن هذه الفكرة صدرناها لجريدة الأهرام، وكنت أنا صاحب فكرة ملحق عن الصعيد، كان يزور مع الأهرام كل يوم ثلاثاء وحقق نجاحا كبيرا، وقدمنا للناس كشفا مهما جدا أن الصعيد لا يعرفه أحد، بل بالعكس هناك ما زالت كنوز كثيرة ودفينة
داخل هذا الصعيد ينبغي أن يعرفها الناس. فلا يمكن أبدا أن يكون يعني مساحة وطن تعادل يعني مساحة تعادل بالضبط تلتين مساحة الوطن وتلت عدد السكان ولا يحتل إلا مساحة ضئيلة من الإعلام المصري ولا أحد يهتم به من الإعلام المصري. فكان ذلك ضرورة مهمة جدا كويس جدا أن انه تولد هذه الجماعة. حضراتكم بدأتوا تفكروا في انه يتم تحرير القيود من على ناس كتير جدا كان ما فيش حد مهتم بيهم ابدا، ما بيتروح لهمش اي رعاية ابدا. انا عايز اعرف الفكرة دي بدأت قبل الثورة ولا بعد قبل الثورة؟ الثورة سنة 2009 كانت سنة 2009، لأننا يعني احنا أحسسنا يعني أنا واحد وآخرين أحسسنا أن موضوع الجنوب ده تحديدا هو موضوع مهم، خاصة احنا مقبلين على مشاكل مياه، وأن السودان التي تجاهلناها كثيرا والجزء الخاص بالقرن الأفريقي ثم أيضا قضايا كثيرة جدا يعني خشينا أن يتم المتاجرة بها مثل قضية النوبة. قلنا أن جماعة الهجرة للجنوب دورها من دور التوعية الثقافية المهمة لكافة المناطق من أول زابول والجيزة حتى النوبة، مهم جدا أن يكون مناقشة هذه القضايا بوعي أبناء هذا المكان والمثقفين منه والمشاهير منه، ويعني في طريقنا إلى تفكير ما هو أبعد من هذا الموضوع إلى كيف يمكن أن يتحول الصعيد ليس لمنطقة طاردة أو منطقة فقر بل منطقة زراعة. فالوادي الجديد ما زال مهملا حتى الآن، أسوان بها العديد رغم من ان هو الأراضي. ممكن يبقى من الحاجات المهمة جدا اللي بتدر نعم يعني يعني السياحة في حتى مصر على بالإضافة فكرة، إلى الاكتشافات المياه، الوادي الجديد ونحن فعلا يعني مهم قوي هو لا في أحد ناس يعرف كتير أن قوي الوادي الجديد تبع صحيح. الصعيد هذه المحافظة المهملة. أيضا البحر الأحمر الناس لا تراها إلا بعيون سياحية فقط، في حين أن بها ثروات وأماكن للزراعة بطريق شلاتين. ذهبنا إلى قلب الشلاتين هناك وعقدنا مجموعة من الندوات والمؤتمرات تحت الأشجار على حدود السودان في حلايب وشلاتين، وتحدثنا مع الناس. كل ذلك جعل الناس تنتبه إلى حد ما بأننا يعني لا يجب أن نترك هذا المكان على الإطلاق. وحكينا قصصا إنسانية عديدة، يعني الناس كانت لا تعرف أن البابا شنود على سبيل المثال التي أرضعته الحاجة زينب سيدة مسلمة واتينا بأخيه لنؤكد النسيج. حكينا حكايات أخرى كثيرة جدا من فكرة الترابط الاجتماعي والتناسق الاجتماعي، كل شيء كان يدور في هذه المنطقة، وما زال هناك الكثير حرصنا أن نناقشه بدقة الأهم وبحقيقة من كده شديدة. أستاذ أبو العباس إنه الفكرة كمان توصل بقى للجهات المعنية ويبدأ لا التحرك يعني هذا في ما الاتجاه ده. نفعله، هذا ما نفعله من خلال أنشطتنا التي طورناها فيما بعد بالنسبة للمسرح. ورأينا أيضا أن المسرح بالإضافة للموقع الإلكتروني سيكون وسيلة مهمة جدا توصل هذه الأفكار، تحكي هذه الحكايات لجميع الناس وبطريقة شعبية. ولذا كانت الفكرة الأخرى هي مسرح جماعة الهجرة للجنوب للعرائس التي تولدت من هذه الجماعة تحكي سيرة مصر كلها وما يجري على أرض مصر. جميل جدا، أنا هروح مع حضرتك ومع مشاهدي نهارك سعيد نشوف التقرير ده ونرجع على طول، يلا بينا. على طريقة الليلة الكبيرة وحكايات عمنا صلاح جاهين، أقام مسرح جماعة الهجرة للجنوب للعرائس مسرحية مصر على الربابة كطريقة مختلفة منه للتوثيق ثورة 25 يناير. الفكرة هي عبارة عن توثيق ويعني كتابة تاريخ ثورة 25 يناير والأسباب التي أدت إلى هذه الثورة بطريقة شعبية على طريقة السيرة الشعبية التي اعتاد المصريين البسطاء الاستماع إليها مثل السيرة الهلالية، سيرة حسن ونعيمة وشفيق متولي إلى آخره. وبالتالي قررنا إحنا على هذه الطريقة لهذه السيرة الشعبية من شعبية بالغة لدى الناس، فقررنا أن يتم كتابتها بها
بهذه الطريقة وبفن المربعات الذي يتم كتابة السيرة به. وهذه المسألة كانت بتقتضي تعاون بيننا وبين شعراء فن الواو، ومن أبرز هؤلاء الشعراء رائد فن الواو الشاعر الكبير عبد الستار سليم، الذي يعني لعب دورا كبيرا جدا في إطار جلسات دائما يعني بنعقدها مع الفريق كله، ونبدأ نحدد ماذا نريد بالضبط في كتابة هذه السيرة. مش ملاحظين حاجة غريبة؟ إن كل حاجة بقت عندنا كتيرة، الشهداء بالكوم، والبلطجة بالكوم، والتخريب بالكوم، وتعطيل المصالح والفساد بالكوم. حاجة واحدة بس اللي احنا مش لاقينها، أنبوبة البوتاجاز. يا رب صبرنا، يا رب نجي هذه البلد واحميها واحمي ثورتها. الموضوع ابتدى بمجرد فكرة، احنا عاوزين نعمل العرض بهذا الشكل، عايزين نعمل سيرة تؤرخ لسيرة مصر خلال الثلاثين سنة اللي فاتت وما دعا إلى قيام هذه الثورة، يعني في شكل سيرة شعبية زي يعني تضاهي السير والملاحم الشعبية الشهيرة زي سيرة أبو زيد الهلالي وسيرة حسن ونعيمة وغيرها من السير الشعبية يعني. فكان في البداية وضعنا الفكرة احنا عاوزين نعمل دوت، بدأنا نشوف ايه الادوات اللي ممكن نستخدمها. كان في البداية يعني محتاجين حد يكتب السيرة بنفس الاسلوب اللي تكتب بيه السير، اللي هي لغة المربعات او لغة فن الواو. فما لقيناش افضل من الشاعر عبد الستار سليم، هو اللي يعني بدأ يكتب. كان كلفه الأستاذ أبو العباس محمد، وهو صاحب الفكرة في الأساس وهو مؤسس المسرح. العرض بتاعنا النهاردة هو بيحكي أحداث ما قبل ثورة 25، يمكن الأحداث اللي حصلت والحاجات اللي كانت أدت لأن الثورة دي تقوم، المشاكل اللي كانت حصلت في البلد، أحداثها واللي حصل فيها ومشاكل حصلت، يمكن الناس كمان لو كانت حالات زي خالد سعيد والحاجات اللي زي كده اللي كانت حصلت بيبدأ نحكي عنها. بعد كده بيبدأ يحكي إحنا كده عرفنا إيه اللي حصل قبل الثورة، بين عشان نعرف الناس ده الثورة دي ليه قامت. بيحكي بعد كده أحداث الثورة، الثورة قامت وإيه اللي حصل فيها والكلام ده، ومفروض إن هي بتحكي ما بعد الثورة كمان. يعني إحنا حكينا ما قبل الثورة والثورة قامت، ما بعد الثورة ده طبعا الفترة اللي كانت بعد الثورة 25 سنة اللي فاتت ولغاية دلوقتي، يعني كل اللي بيحصل لغاية ولسه مستمر. إحنا رمحنا ورا الدين متجمعين وفرادة، لا تسألوا وتكونوا راضين وتغنوا لحن انفرادة. السرد الشعبي لما يدور في الشارع المصري من أحداث اجتماعية وسياسية يجذب الطبقات المختلفة من الشعب بلغة السهلة والشيقة لكل من يستمع إليه. مسرحية مصر على الربابة دي اللي شفناها حالا مع بعض في مسرح واللي بيلعبها أو الأبطال فيها هم العرايس. برجع ليك مرة تانية أستاذ أبو الحسن، وخلود أبو العباس برضو معاك في الكاست أو في كرو العمل منسقة العرض، مظبوط كده؟ نعم. ليه أو مين فكرة مين سيرة مصر على الربابة؟ يعني أنا مش عايز طبعا أقول كل حاجة أنا دي، لكن هي من ضمن يعني فكرة عامة. لما أسست جماعة الهجرة للجنوب بدأت فكرة سيرة مصر على ربابة من خلال إن احنا أبناء الصعيد دايما عشاق لهذا الفن الشعبي، عشاق للربابة، اتربينا على هذا النغم، ودايما كنا نمشي وراء الشعراء وسيرة أبو زيد الهلالي ونستلهم الملاحم الشعبية ونتذكر كل هذه الأحداث عبر هذا الفن المسمى بفن الواو. ومن خلال متابعتي لما يجري يعني في ثورة 25 يناير وإحساسي بأن عدد كبير جدا من البسطاء والمهمشين مش عارف الحكاية إيه، مش متابع قوي، أحيانا في حاجات كتير جدا بتبعد عن ذهنه، ربما أيضا ينسى ما هي أسباب الثورة التي وقفت وراء اندلاع هذه الثورة. فاستوحينا من فكرة الملاحم الشعبية السيرة الهلالية هذه الفكرة، كيف يمكن كتابة هذه الثورة وتوثيقها وكتابة تاريخها بالطريقة الشعبية، الطريقة التي تتوافق والبسطاء والمهمشين في كل قرى ونجوع مصر شمالها وجنوبها، ازاي يلتفوا حواليها، ازاي يحفظوها، ازاي يرددوها، والبطل فيها هو الشعب المصري. دايما كل سيرة ليها بطل حكاية، يعني ابو زيد الهلالي هو بطل حكاية سيرة السيرة الهلالية، شفيع ومتولي هم الاثنين ابطال حكاية شفيع ومتولي، حسن ونعيمة وهكذا، عنترة بن شداد دايما بيكون في البطل الاوحد في بطل في بطل الشعب المصري هو بطل هذه الحكاية. ورأينا اننا سنستمر ما قبل الثورة وحكاية سرد الاحداث بهذه الطريقة الى ما شاء الله، طالما ان الشعب هذا باقي وحي وكل ما يحدث على ارض مصر في اي مكان
مسرح جماعة الهجرة للجنوب للعرايس سيؤرخ وسيوثق هذه الأحداث بهذه الطريقة وبهذه الحكاية الشعبية التي لاقت نجاحا كبيرا وقبولا شعبيا هائلا. هذا المسرح بينزل للقرى والناس بتلتف حواليه وبتسمع الحكاية فبتحفظها كأغنية شعبية وترددها فبيتم تداولها. على الأقل أحسن من اللي كان بيحصل في المدارس الأول. يعني دي أنا عايز أسأل حضرتك ليه تحديدا اخترت العرايس إن هما يمثلوا ثورة سيرة الثورة؟ يعني هو العرايس إحنا أردنا أن نمزج ما بين الحديث والقديم في هذه المسألة. العرايس تجذب الأطفال بما لها من إبهار وأشياء كثيرة جدا يعني فنية، ثم أيضا تمثل العنصر الحديث في الموضوع، الربابة تمثل العنصر القديم، فمزجنا عدة أجيال في هذا التوافق ما بين العرائس وما بين الربابة وما بين فن المربعات وبين استخدام التمثيل على المسرح. يعني حينما بدأ هذا العرض بدأ بالمظاهرات في التحرير حتى آخر مطالب، حتى الكلام عن العصيان المدني الذي نتمنى أن يفشل اليوم بالفعل، لأننا نرفض يعني مثل هذا السلوك ونرفض فكرة التصعيد. نعم نحن مع الحقوق إلى آخره ومع فكرة الخلاص والتطهير، لكن المسألة في بلد مهدد بحالة الانهيار يعني حضرتك مش مع العصيان المدني؟ لا لا على, على, على الإطلاق. نحن مع فكرة الإضراب الرمزي ربما، حتى أعطي رسالة، مع فكرة كافة الضغوط الأخرى التي تقول يعني لابد من التطهير. يعني هناك أسباب وجيهة ربما يراها هؤلاء ونحن معهم مع هذه الأسباب، لكن نحن ضد في النهاية أن تذهب بنا هذه الأسباب إلى دمار دولة بالكامل، إلى سقوطها بالكامل، إلى انهيار مصالح. العصيان المدني هو آخر مرحلة برغم أنه إجراء سلمي واتخذه غاندي واتبعه غاندي إلى آخره، وفي ثورة 19 تم أيضا انتهاجه، إلا أن ننتهج هذا الموضوع وأن نجلس في بيوتنا معناها أن هناك بلد قد هجرها سكانها، لا مستشفيات شغالة ولا قطارات شغالة ولا مطارات شغالة، فبالتالي أي حد يجي ياخد هذه البلد ويختطفها وأهلها قاعدين في البيوت، فهذا أمر لا يليق في ظل وقت نحن في حاجة إلى أقل جهد يمكن أن يدعم هذا الوضع. هذا ما قلناه في بداية العرض. احنا محتاجين للعمل والشغل وده لازم يحصل طول الفترة اللي جاية إن شاء الله. وصلت الرسالة. رأي حضرتك في العصيان المدني النهاردة. عايز أرجع بيك تاني لموضوعنا وهو أنه اتقدمت في بيت السناري يوم الخميس اللي فات اتقدم العرض. لا. إزاي كان العرض؟ العرض يعني لو 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 بدك فيه، أولا كان هناك إقبال بشكل طيب عليه. العرض كنا بنحكي، حكينا ما حدث في ميدان التحرير لغاية آخر لحظة، ثم حكينا حكاية الأسباب كما قلت لك التي أدت إلى هذه الثورة بطريقة عرض على الربابة حكاها الشاعر كما هي مكتوبة في فن السير الشعبية، والناس استحسنت العرض تماما. واخترنا دايما بيت السناري، كنا قبلها عاملين في بيت السحيمي وفي طريقنا إلى ساقية الدلتا في طنطا، وننتقل إلى هذه الأماكن في أكثر من عرض بنحكي هذا التطور، وحكينا في هذا العرض تحديدا عما حدث قبل الثورة، ماذا يحدث في البرلمان الآن. فخرجت الناس وهي على الأقل تحفظ مجموعة من الأشعار والمربعات التي نظمها شاعرنا الكبير عبد الستار سليم، وهو حتى الأستاذ عبد الستار سليم بدأ من الأول، وبدأنا من الآن نعد فكرة جديدة، فكرة يعني كيف يمكن أن نقرأ نشرات الأخبار عبر هذه الربابة، وهذا ما سنقدمه في الفترات المقبلة إن شاء الله. حضرتك أستاذ أبو العباس قلت حاجة في الجرائد، قلت مقولة في الجرائد الفترة اللي فاتت، قلت أنا بعتقد أنه مصر كلها لازم تهاجر مرة أخرى للجنوب حيث الخير البكر. نعم. تقصد إيه بالمقولة دي؟ يعني الصعيد باعتبار أن الصعيد مليء بالخيرات، ودائما يعني حينما تقرأين للجبرتي وللمؤرخين يقول لك أن الصعيد أرض الخير والبركة لما له من يعني خصوبة في أراضيه، من رزق وفير في يعني طبيعته، وهناك العديد من الكنوز المدفونة، وهذه ما زالت حتى الآن بكر لم يكتشف أحد، فمن يذهب إلى هناك سيأتي بخير كثير لهذا البلد الذي يستحق الخير فعلا. وأعتقد أن الصعيد يعني مثلما كان البعض يراه رمزا للجريمة ورمزا للإرهاب في فترة من الفترات، أنا أتصور أنه سيكون رمزا وعنصرا مهما لجلب الخير والأمان لهذا البلد إذا اهتمت به الدولة الجديدة أو مصر الجديدة التي نتمناها، ألا تلتفت إلى العاصمة فقط بدليل أننا نرفع شعارا لهذا المسرح ولهذه الجماعة
وهو عنوانه مصر ليست القاهرة فقط. مظبوط، كل الضغط على القاهرة. وهذا هو شعارنا منذ يعني تأسست الجماعة سنة 2009، ونحن نضع هذا الشعار على المسرح على كافة يعني مطبوعاتنا وأشعارنا وأعمالنا الفنية وأعمالنا الثقافية وأنشطتنا. بس أخيرا كده أستاذ أبو العباس، حضرتك صحفي، يعني إيه علاقتك بالمسرح والعرايس والحاجات دي؟ يعني هذه طبعا يعني دايما تلاقي أبناء الصعيد بشكل عام عندهم ميول من الشعر والشعر والأدب، وإحنا يعني أبناء بيئتنا بشكل عام مهما سافرنا ومهما خرجنا، وأيضا الصحافة مرتبطة بشكل أساسي بالعملية الأدبية، وكلما كان لديك يعني عامل أدبي العمر الصحفي بيطول، يعني تتنوعي الأمر، لا تكوني رهينة لخبر أو لتقرير أو لتحليل إخباري بقدر أن تكوني رهينة لمشاعرك ورؤياك وإبداعاتك وفكرتك الخاصة التي تحركك حتى في عملك الصحفي. فالفكرة في النهاية هي سيدة الموقف، نعبر عن هذه الفكرة بالشعر بالموسيقى بالعرائس. وأنا على المستوى الشخصي أحب دائما لعب العرائس، وعشقت هذه المسألة أيضا من خلال وجودي دائما مع الأستاذ محمد الصاوي، لأننا عملنا مشروع هذه الساقية أيضا وهذه الحفلات في الصعيد، فحسست كم هذا الفن مؤثرا في الناس، ورأيت أن ذلك وسيلة محترمة لنشر هذه الفكرة. وكل التوفيق لحضراتكم في المشوار بتاعكم إن شاء الله، وتقدر الرسالة دي توصل بصوت عالي وفعليا للجهات المعنية إن شاء الله، ونتمنى إحنا وزارة الثقافة تاخد بإيدينا ونتعاون معها، ويبقى شكل أشكال التعاون ما بين الجهود الأهلية وما بين الجهود الرسمية، ونؤسس يعني مهرجانا دوليا للحكي، كل دولة من الدول تحكي حكاياتها الشعبية، وده اللي هنعمله في أسوان إن شاء الله في شهر مارس المقبل بإذن الله تعالى. أشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة، نورتنا، وبكل توفيق إن شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. مشاهدينا، كان معنا الأستاذ أبو العباس محمد، هو مساعد رئيس تحرير الأهرام. هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية نكمل باقي فقراتنا، ونهاركم سعيد.